ليو. قلت من أين لك هذا؟ قال رباني. قلت من أين أتيت بهذا؟ قال أنا أرجنتيني. قلت ما هذا العدد من الأهداف؟ قال هو جينات. قلت لماذا ستستمر يا ميسي؟ قال إجابتي ستكون بعد 30. سكت ثم أجهشت بالبكاء. منك لله يا ميسي. أين أنت ذاهب؟ أين أنت ماشي؟ بلغة الغناء أنت موال، وبلغة الشعر أنت القافية، وبلغة القضاة أنت مجرم، وبلغة المعلم أنت أستاذ، وبلغة السياسة أنت لغم قابل للانفجار، وبلغة الكورة أنت الملك يا ليو.